لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد والفل والياسمين، كان تتفرجوا فيها في الصباح، كان تتفرجوا فيها في المساء، نقولكم مساء النور، مساء البهجة والسرور على أحلى صديقات وأخوات، ونتمناكم نهاركم يكون أسعد الأيام وعشيتكم محلاها وأيامتكم كلها محلاها، وكونوا تتفرجوا في الفيديو وانتم في أحسن حال وحالكم خير من حالي. ساعات البنات تجيني كومنتير تقولي اش تحكي يا غيتن. انا نحترم كل التعليقات والنقد والاراء، سمحوني على صوتي بايحر وصوتي تاعب برشا، ما حبش يرتاح، تو عنده اكثر من شهرين هكاك معايا، معناتها صوتي متقلق برشا. المهم انا باش نجاوب على الحكايه ذي، راهو نجم نعدي موزيك، نجم نتكلم ونحسب كلامي، نجم نعمل فرانات، لكن انا مش هكاك. يعني تنجم تلقاني في الدار نهار كامل ساكت، ولكن نحب كي نقابل حد وكي نبدا مرتاحه لحد وكي نبدا نعطي من قلبي، نعطي كل الطاقه الايجابيه، نعطي كل الموجات اللي تخليك تنشط تفرح معايا، نعطي من طاقتي من عادتي هكاك نبارتاجي. عندي حب البارتاج، حب المشاركة متاع الحاجات الباهية، متاع البهجة، الفرحة، الطاقة كما قلت لكم الإيجابية، النشاط والحيوية، نحب هكاك. محبش نجي نشارك الناس والله لبناتك معارفين أني تعبة وشنو، منحبش نشكي، لأنه الشكوى لغير الله مذل أولا، ثانيا مش به. يعني أنا من الناس اللي ديما نخليك، يعني أي شخص قدامي نقوله عيش وعوذ بالله من كلمة، استمتع بالحياة مهما جتنا أزمات، مهما جتنا ظروف ضغط علينا، ما حاول نغص علينا حياة، عيش
ديما خلي طاقتك وأملك في الله قوي، واضحك ولعب وتكلم وفرغ قلبك، لأن وك الكتمان وك السكوت هذاك ينسيك الكلام، ينسيك أنك تجاوب. أنا راني كيما قلت نقعد بنهار كامل نجم نقول حتى كلمة، كان كي نجي نمنتج الفيديو باش نتكلم نبدأ وحدي ما نتكلمش، وتجيني فترات نبدأ ساكتة، ولكن ما نجمش نعمل فيديو وأنا مانيش حاملة جو، وانا مانيش خارجه بطاقه ايجابيه، وانا مانيش متفرهده معاكم، سينو كيفاش باش يجي الفيديو؟ هاني هرهرت هرهرت. فماشي واحده تقول على روحها هرهار، واصلا قناه يوميات وروتينات باش تحكي حكايه، يعني باش تتكلم ماكش باش تقعد ساكت. وفما حاجه اخرى اسمها مونتاج، يعني راني انا مش باش نقعد نص ساعه ولا ربع ساعه نتكلم، راني نقص ونرجع نلصق الصوت مع بعض، يعني ساعة ساعة تلقوا الكلام مش أسو بوان الواحد باش عنده الطاقة متاع السوفل، بلوتو مش طاقة السوفل انه هو انفس باش يهزه وينجم يتكلم نص ساعة، لا رفما هكا ترتيحات. هذوكم فواصل لي انا، سينو نرجع معكم لاني نحب نعطيكم من قلبي، نحب نعطيكم بالحق، يعني نحب الناس اللي تسمعني تبدأ شيخة ومتفرحت. هذه حاجة. أين ندخلوا توا في روتين يا صديقاتي، روتين اللي هو الضيف ضيف كان يقعد شتا وصيف. شوف أنا أعوذ بالله من كلمة أنا نحب الدار مليانة، نحب الدار مليانة معناتها في أما نخاف تلقوني كلي مع أعصابي وكذا كي باش تفرغ الدار. واليوم كان هكا مروحة صعيبة، صعيبة على تيم وصعيبة علي أنا، خضرتين متعلق بيا، وممكن حس المرة ذي لمحل. أنا المرة الأخرى روحت في الليل وقت اللي هو رقد خرج معايا العشية، ما سيبنيش رغم اللي هو مطهر وما في بالكم، ومن بعد كي جينا مروحين رقد هو خطر شارب الدواك متعرفوا مازال مطهر وكل. المهم فهو الموتورات يا البنات وحل الشبابك، والله ينسي ما تهبل توا الصباح وما نجمتش ما نسجلكمش والله. المهم عاد بكى برشا عليا في الكار، وحتى كي كلمتني امه متقلق. نحبه كما قلت لكم الوليد ذاك ربي يحفظه وربي يصونه لميمته باباه. انا نقول كي نجبت وليد خاطر انا في العاده نحب البنات نحب مع احتراماتي للوليدات، ولكن هو عنده معزه كبيره في قلبي. البطاطا السردينة باش نعملهم سردينة اليوم، مانيش باش نصورها خاطر مانيش باش نخلط، صورت لكم فطور قبل ونجبد الطماطم وشوفوا الجاتو همش خليهم يفطروا انا باش نتولى خاطر ما عادش وقت فريجي داري الدخله بعضها، نصورها لكم كيف ما هي. الماء الدلاع. المهم هنا ها الحاصل يبدا عندي ضيف، انا ما نتولهاش بالتنظيف دي. الطماطم نعملو صوص طماط والحليب قاعد يطيب، والله العظيم نجم نصور لكم يا البنات نزل بريتو ما عنديش في عقلي مش معاكم. ساعة الفطور وبيعات والله نصور فيها فطور الصباح، والله عاد نصور فيه جم. عجبتهم شكوري يا جماعة، هذي ديما نعملها يوميا بالحليب صباح وعشي. هنا البنات نسرين خرجت هي والولاد بحذانا هكا بحذا الدار، وانا قعدت نحضر في الفطور. هانيش نشارك معاكم الفطور متاعنا الخفيف البنات. هنا باش نعمل حاجة على السريع، باش نعمل مصلي دجاج. هذه طريقتي، نحط كل شيء مع بعضه، ما عادش وقت، ولي هذا ازرب ازرب نحطه يتقلى. بسم الله نعمل فخاذ الكل. نحطهم يتقلوا ونفوحهم في الوقت هو كهو.
الوقت مع العطلة الصيفية ما عادش فاهمين، عاش لقي روحي مع الوقت. هاتي نفوحهم بعد مناش نعمل شوية زعتر وكلي، نحب المصلي فيه شوية زعتر وكلي، هذا شوية زعتر، هذا شوية رند، رند مرحي زيد نحط فيه، يا رند مرحي يا رند ورق. هذا شوية هنا كلي باش نحيك الزفورة نتاع ال عزكم الله نتاع السمو فيه نتاع الجيش. هنا نحط شوية كرك، مش شوية الكركم برشا يجي. هذا الثوم، ثوم ملح، فلفل لكح، وملح، ونحرك الدجاج الفوق باش نرمي كل شيء مع بعض باش يصير هيك يسح الدجاج، ما فيش يروح حتى كيما يقليها ياخد بعض. باهي باش نحط البصل أكثر من البصل، نحبها أنا بدي البصلة فيها شرايح شرايح تعجبني بالنية الداخلية. زي البنات السويعة ويطيب راه ماشي حتى شيء. برا حلو حميدة بالله راي وي راي ها هو البنات نحطيك البصل البصل خلي كل شيء يتفوح مع بعضه. باش نقص البطاطا كيف كيف، البطاطا باش نقصها هكا باش نخلي كل شيء يخدم مع بعضه ويطيب مع بعضه والسلام والعافية. نزيدها من بعد شوية طماطم وشوية فلفل أخضر، تحبوا تعملولها شوية كيف هنا نحط جرين فلفل شاي. هم قرينين في الشاي، نعمل شوي فلفل ملحي احمر شويه مش برشا، مش
يعطي له. وهنا باش نحضر شويه الثوم، قليت وقليت قلت انا ثوم نرحي بيه رايق. ايفون صغير الله يعينك. الله يسلمك يا عايش. طيب هاي شو شطر. اسمع حب الحميد سكر وحل، انا كنت معامله باش نكمل نطيب ونخمر الصال. شو قلتي لي شو نسكر الحل؟ سكر الصاي جاتك في الجديد ان شاء الله مبروك. عملت لها شوي زيت نزلت قلت حتى الحد مخي كان في الزيت والله لا عندي انا زيت. راني عطيتك يا شي وحده تاع الهم والله كان باهي على الايفون. ايه شو بيع نسر فيك انا في نص الايفون تاعك بس شي ما بيه ما نعرفش عندي حتى فكرة يا عبد الحميد. انا ما لقيتش الوحدة نتاع الثوم. انا شو هو الوحدة خضرة؟ تعظم مقلي هو قال لي رايد عم تسمع عظم لك علاش سألت هنا. راهو جابهوله جبت له شرطي. اي فهم رايد هيا نجي تعرفوا جي زعما تحل من هنا بالوحدة البيضة هبط عليها بقوه. وهنا البنات بعد ما غلطت الطنجرة متاعي حطيت فيها شوية طماطم قصيتها كعبة طماطم وقصيت فيها مش قصيت دوباك حليت جرينات فلفل شفتهم كما همش حشاكم دوديين ولا معناتها مش مبهيين وليت رميت هذيك ونخليها نعاود نغطيها حتى لنطيب. ما عملتوش معناتها المصلي مقلي خاطر ساعات المصلي نجم نقلي البطاطا ونقلي الطماطم ونقلي الفلفل ونحطه معاك الدجاج هذاك. اليوم حبيت نعمله هكا جماعة مجو كان بعد ما كملت انا الفطور خرجوا خلطوا كان بعد ما كملت انا الفطور وجا رايد زاد حتى هو بحذانا بريودة ذي حتى هو معانا في خرجاتنا وفي قعداتنا في خرجاتنا في قعداتنا. الاولاد يحبوه اولاد نسرين رياض خويا يخدم ورايد عنده وقت هذاك علاش كي نخرج يحبوا هما يتونسوا بيه خاصة أمان دايما يحبني أنا والله العظيم. يا البناتكم تو تشوفوا اش صار فيه وكان تشوفوا البارح كي وصلت نسرين خاطر أنا ديجا سجل لكم البارح يا روحد وصلت نسرين تطلب فيا ما لقيتنيش خرجت أنا عطلبت راجلي يا أخي بدا يبكي هو قالها ويني فاتن وعليش فاتن ما جاتش وبعدين كي كلمتها قال لي يا فاتن وما عادش انا وياه ما عادش نحكوا طط فاتن يا فاتن ما عادش تكلميني خاطرك هربتي عليا ويبكي. فهمت كيفاش قلت لها اني جايه اني جايه بحذاك ما عليك والله تعرفوا رو كيما قلت لكم احساس متبد انا نحبه محبه لدرجه انه هو يعصرني كي كيمبوسو يزيد يعصر هكا يشد يكبس على عليا باش تكون البوسه اقوى خاطر بالحق يحسها وربي يحفظه لميمته ان شاء الله ربي يحفظهم وكا هو ذاك حال الدنيا باش نعملوا. وهنا في محطة باب عليوة إلى اللقاء يا تيومة تيامونة ديما نقول لك تيومة باب عليوة صييش نوصل الجماعة إلى اللقاء أمونة تيوم تيوم في بالها ماشي معاهم هكا ولا لا أمان بك تقول لها إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة هكا تجرب تجرب نسرين ما نجمش نجمش نقولها بالسلامة وخلطنا ومازال الكار ما جاتش. أمون الناس كل تسلم عليك وتقول لك محلاك شحب تقول عجباتك تونس ولا لا؟ إي زوين تعاود السفر ولا ما تعاودش؟ تعاودها تعاودها؟
هكا هاو اليوم مروحين يا جماعة. أنا مشي نعرف كيفاش نرجع وحدي تو. نسرين قالت لي فات ريتو هي عندها كونجي تعرفوا نسرين تخدم. وأنا كي قالت لي باش نقعد هكا معناتها قالت لي باش نروح نهار الفلاني سكتت ما قلت لها حتى شيء. وقتاش أنا لا لا تدخل ديريكت من بن عروس كاركو نعرف أو الحب حب مروح يا ديم الله حب مروح تي هاي حبيبي يا نبوسك نبوسك وينو ماس تم مصك للعبيد في الكهار تفجحهم هذا مزاد هذيك تاع ناب كان جا هو مريق الروحة نسرين رو هزك شوفت خدمنا باليوم كان هو عرف روحة من الآن تراني نجي غسيلو البنات هذايا هو قيد مزروبين إن شاء الله ربي يوصلهم بالسالم الإحساس في بالك قعدنا مع بعضنا برشا نسرين في بالك قعدنا مع بعضنا برشا الفترة دي كون أنا قعدت بحذاك ثلاثة جمعات قعدت بحذا نوستي ثلاثة جمعات أه وهي بحذايا جمعة بريسك ولا أكثر من جمعة شهر مع بعضنا كيفاش باش تعدى تو راني قويه تو كي نمشي نطلع في الكرب نعمل لهم فيديو نبدا نبكي فيه ديما كي يروح واحد يضل الدار باش تفرى وحدي تبدا العباد تصبر فيا ويقولوا لي تو ترجعوا الحصيل وربي يوصلها بالسالم ربي يوصلك انت وليداتك بالسالم وهذه هي رحله الحياه بين السفر والعب هاي الكار صاي جت هاي يا أمونة هاي هاي سافا باي قول للناس باي باي قفصة قفصة ايش يا راني بحذيك هاني بحذيك هاني هنا باش نمشي نقد الكهرباء ونجي نمشي نقد الكهرباء ونجي لا قدير الكهرباء لا وحطتها في الشمس بعدها هكا هاو أمون تري على ولادي يبكي خيبها العودة للدار وحدي توصلت الجماعة تايم يبكي ما نحكي لكمش قداش تأثر على مانيش ماشية معاهم والبارح مازال بالحادة هنا اللي كنا نقول له إيه راني باش نمشي معاك تو نحط الكهرباء نقاري ونجيك عاد تو قال لي كي حطيتيها وعلاش ما جيتيش معايا يبكي لعبتك كلها تتفرج كيفاش يبكي عليا حاسيل وانا متعلقه بيه ومتعلقه بيه نحبه محبتي ليه وصلت له هكا هو الحي روح انا راني قويت قلبي عرفته من بالغربه قويت نوعا ما اما حسيت ربي يوصلهم بالسالم وكهو متأثرين ما نجمش حتى نصوروا اليوم الصباح خاطر روحوا بكري وكله فكهو ربي معاهم وكهو